أو نائد اجتماعي، لكن بدي ألفت النظر لشيء واضح، ومن الواضح لكل شخص منا إنه هيدي ثقافة جماهيرية تبعنا عم تسبب بشكل متزايد إنه الأفراد يكونوا معزولين الواحد عن الآخر، إنه هيدي الثقافة تبعنا الكتير متقدمة تكنولوجيا عم بتخسر بسرعة اللمسات الشخصية. وبعد كل يلي عم بشوفه وكل يلي عم بقراه، وكنت عم بقرا كتير مؤخرا، الشي يلي بيقلي انه بوسط عزلتنا معظم الناس عندهم شوق حقيقي بقلبهم لرفقة حقيقية، لعلاقة حقيقية. إذا اليوم الأولاد ما بيحكوا مع بعض، بيراسلوا بعض. في عائلة خبرتني إنه مرة كان نايم عندهم صديق ابنهم بالمدرسة الابتدائية، وعلى طاولة العشاء الأولاد ما كانوا عم بيتكلموا مع بعض، كانوا عم بيراسلوا بعض من تحت الطاولة. أنا ممكن أتخيل فقط بعد بضعة أجيال من اليوم كيف رح يكون الوضع. لكن رجاءً، أنا مش ضد التكنولوجيا، أنا بحب التكنولوجيا، ونحن بنستعمل التكنولوجيا بكل أشكالها لنوصل البشارة لأقاصي الأرض مثل ما معظمكم بيعرف. أنا ما عم بوبخ الناس اللي بيرسلوا رسائل قصيرة ورسائل إلكترونية، أنا بعمل هالأمر، أنا بستعمل الاثنين. يلي عم بتكلم عنه اليوم هو أهمية اللمسة الشخصية. التلاميذ بيشهدوا عن حقيقة وجود ذكرى طيبة عن الحياة بالكلية، وبظن انه احد الاسباب هي بيت الاخوة وبيت السكن الجامعي للطلاب والقرب يلي عاشوه مع ناس اخرين بحرم الكلية والكنيسة. كجماعة لازم تكون من هالنوع من الصداقة والشركة حول كلمة الله. جماعة الكنيسة مفروض تكون نوع الشركة القريبة والصداقة، وهيدا مهم، لانه انه نكون بمشاركة قريبة مع بقية المؤمنين، انه نكون بمجموعة صغيرة او جماعة صغيرة مع مؤمنين اخرين، انه نكون بشركة مع المؤمنين الاخرين، مش فقط ضروري لنمونا الروحي، لكن هو بصميم الكتاب المقدس مثل ما رح فرجيكم بعد دقيقة. الحياة بوحدة ما كانت ابدا خطة الله للانسانية، الحياة بوحدة ما كانت هدف الله لأولاده، الحياة بوحدة ما كانت ابدا ارادة الله للمؤمنين بكنيسة يسوع المسيح. والقدوم للكنيسة والترنيم والمشاركة بالصلاة والاستماع للوعظ والجلوس على احد المقاعد والمغادرة ما كان ابدا خطة الله للمؤمنين. وجودنا بجماعة مصلية دافية وودية رائع، لكن مش بديل عن الانخراط بمجموعة بتقوم بالخدمة بجماعة صغيرة هي مكان ما الحياة بتنعيش فعلا. ولحتى فرجيكم قديه هالأمر كتابي وقديه هالأمر مهم جدا، بدي منكم تفتحوا معي رجاءا الرسالة للعبرانيين الإصحاح 3 الآية 13، لكن مثل العادة بدي أوضعها بسياق الكلام بين الآيتين 12 و14. أوكي، قبل ما توصلوا لآية 13 في آية 12، والآية 12 هي إنذار ضد عدم الإيمان. هو عم يتكلم مع المؤمنين هون. أوكي، بتقولوا طيب عدم إيمان بقلب إنسان مسيحي؟ نعم، عم بينبه عن عدم الإيمان. الآية 12: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم، لاحظوا أنه عم بيحكي مع إخوة، عم بيحكي مع المسيحيين مش مع غير المؤمنين. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. عم بيتكلم مع المؤمنين، عم بيقلن يا إخوة كل شخص منا ورعيكم من ضمنهم معرضين للشك وعدم الإيمان. مرحبا، نحن كلنا لما نواجه ظروف ساحقة، لما نواجه مواقف قاسية، نشعر بجبن روحي. كلنا
لما نختبر ظروف غير متوقعة وظروف غير مرغوب فيها بحياتنا بنصرخ لله ليه عم تعمل هالأمر؟ أنا اختبرت هالأمر. كلنا لما ما بنحصل على استجابات لصلواتنا بالأوقات يلي منتوقعها وأملنا بأنه الله رح يستجيب لصلواتنا بيبدأ يخف، نوصل لحالة وين الله؟ ليه ما عم يسمعني؟ ليه ما عم يجاوبني؟ إذا وقعت بتجربة الشك، وبعتقد أنه كلنا عملنا هالأمر بوقت من الأوقات، خلينا نكون صادقين، لكن إذا بقينا بهالشك، إذا بقينا بهالتجربة، بصير قلبنا قاسي بسبب عدم الإيمان. واحد من أصدقائي من بعد سنين سماه الحب البارد، حب بارد اتجاه الله، حب بارد اتجاه المؤمنين، حب بارد اتجاه الكنيسة، حب بارد اتجاه الآخرين. وهيدا بيوصل لقساوة قلب يلي بتوصل لعدم الإيمان. إذن بتقولوا شو الطريقة لهزيمة هالتجربة؟ شو هي الإجابة؟ شو هي الطريقة للتغلب على هيدي التجربة؟ أي طريقة بتعطينا إياها الكلمة لنقدر نقاوم ونبقى بعاد عن التجربة، نتغلب على التجربة؟ شو هي خطة الله إلنا لننتصر على العدو يلي بيستعمل ظروفنا لحتى يسجننا أو يستهوينا بعاد عن الرب؟ شو الطريقة؟ الإجابة بالآية 13. أولا حذرنا من خطيئة عدم الإيمان، وبعد مباشرة بالآية 13 بيعطينا الجواب. شو هو الجواب؟ روا معي رجاءا. بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. مش رح أطلب منكم أنه ترفعوا إيديكم، لأنه بعرف أنه إذا كنتوا مثلي تعرفوا أنه الخطية مخادعة، ما بتظهر عن نفسها وبتقول أنا الخطية وأنا جاي لأخدعكم. لا، حاولوا تتخيلوا معي. أوكي، الخطية بتشبه بايع بمتجر كبير لبيع تياب، فيها ميات وألاف القطع لللبس، ملابس كتيرة. جرب وحدة بتقولوا لا، بيروح وبيرجع بعد ثواني مع قطعة تانية. هو قادر يجيب قطعة من الملابس بعد التانية بدون توقف. هيدا مش عاجبك؟ عندي طقم تاني لألك. والخطية بتلبس تياب مختلفة بكل ساعة وكل لحظة بالنهار إذا لزم الأمر. والخطية بتقلك هيدا مش عاجبك؟ مش مشكلة، عندي طقم تاني لألك. ترجع بطريقة مختلفة وبطريقة مختلفة. عندي لباس تاني، عندي لباس تاني، لحد ما يجي وقت ضعف بحياتكم وبحياتي وبتقولوا هاللباس منيح، ومنوقع بالحفرة. منقول رح جرب هيدا، وبعد وقت مش طويل بتصيروا بالشك وعدم الإيمان. هيدا التحذير هون. أنا بفتخر، وتذكروا فقط لما بقول بفتخر، تذكروا الكتاب المقدس شو بقول عن هالأمر، الكبرياء والسقوط وكل هيدا شيء، تذكروا هيدا بفكركم. لكن أنا بفتخر فعلا إنه أنا بقدر قاوم حتى البيعين الماكرين. طيب، كنا بمتجر مش من زمان ببلد آخر، وأنا كنت واقف ومصمم كلياً إنه ما رح اشتري شيء، ما بدي اشتري، أنا مش بحاجة لشيء، أنا ما بريد أي شيء. وموقفي دايماً إنه عندي كتير، وحتى لما بجيب شيء جديد بتخلص من شيء تاني. بكره التكديس، هيدا من الأمور يلي حقيقة أنا ما بحبها أبداً. مش عم بقول إنه أنتوا لازم تعملوا هالأمر، لكن هيدا أنا. لكن بهيدا الوقت بالتحديد مع هيدا البايع الماكر بالتحديد، بهيدا المتجر بالتحديد، بقصد انه فعلا هيدا الرجل ماكر اكتر من الثعلب. عم بقلكن فعلا هيك كان، وكان دايما عم بجيب اشياء ويقول هيدا بيعجبك؟ لا 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 لا، انا مش رح اشتري شيء، ما بدي اشتري اي شيء.
هيدا رائع، هيدا افضل قطعه عندنا، هيدا من افضل منتجاتنا باللبس. هيدا يا الهي شكله كتير حلو عليك. لا ما راح اشتري. ومن بعدها بيتطلع فيي وبيقول بعمل لك سعر منيح. عارف انه هيك بيتغلب علي، لكن انا بقيت عم بقول لا لا، انا مش بحاجه لاي شيء، ما بريد اي شيء. لحد ما جاب شيء فعلا اغراني، بقصد انه فعلا اغراني، لكن مع ذلك بقيت اخذ موقف التصلب وقلت لا ما بدي اياه. هو كتير حلو لكن ما بدي اياه. وبصدق قدام الله انا كان فيي قاومه، بعرف انه كنت بقدر، فقط لو ما كانت زوجتي واقفة حدي. شو قالت؟ اشتريه، هو كتير حلو عليك، فعلا لبق لك. بعتقد انه بوقتها كل الناس اللي كانوا بالمتجر عرفوا اني انغلبت. قوي او لا. هلأ تخيلوا شو كانت قوتي على مقاومة هالتجربة لو زوجتي قالت كتير بشع عليك، ما تشتريه، منك بحاجة له. واو، كنت قومت أقوى بايع بالعالم. هلأ اسمحولي انتقل من المضحك للسامي، لنقاوم خداع وتجربة الخطية. كلنا، كل واحد منا محتاجين ان نكون بجماعة مع مؤمنين اخرين، لحتى لما الخطية والتجربة بيجوا وبيدقوا على الباب مع ألبسة مختلفة، أقنعة مختلفة بمحاولة لجذبنا، المؤمنين رح يقولوا ما تعملها. فكر بكل العواقب، فكر بشهادتك، وأكثر وأكثر وأكثر. بعتقد انه هيدا سبب القيام بالخدمات بالاحياء وبالبلدات، والاحد صباحا وباقي ايام الاسبوع. هيدي القصة كلها، ما منجتمع من اجل الوجود بمجموعة صغيرة او جماعة الاحد، لا، لكن لحتى بحسب عبرانيين 3:13 نشجع بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض لنكون منتبهين لخداع الخطية. اسمحوا لي اوضعها بطريقة تانية. افترضوا انه انتو وعائلتكن مسافرين لمكان عدائي، لمنطقة خطرة. اذا كنت مسافر مع عائلتك لمنطقة عدائية، ثقافة عدائية، مكان عدائي، شو بتعملوا؟ تتقربوا من بعض، بتضلوا قراب من بعضكن، بتضلوا تحت انظار بعض. ويا أحبائي، هيدا يلي عم بتقوله كلمة الله، لأنه بحسب كورنثوس الأولى 12:25 لازم نهتم ببعضنا البعض. بحسب يوحنا 13:34 لازم نحب بعضنا البعض. بحسب يعقوب 5:16 لازم نصلي لبعضنا البعض. بحسب تسالونيك الأولى 4:18 لازم نشجع بعضنا البعض. بحسب رومية 15:14 لازم ننصح بعضنا البعض. بحسب تسالونيك الأولى 5:11 لازم نبني بعضنا البعض. وبحسب لوقا 9:50 لازم نكون بسلام مع بعضنا البعض. هيدي كلمة الله، أنا ما عم بخترع شي جديد. وعظوا بعضكن البعض كم مرة؟ أوقات لما يكون في حاجة من جديد. هيدي كلمة الله مش كلمتي، كل يوم يوميا. بالحقيقة بتقول ما دام الوقت يدعى يوم. مش من زمان شخص سألني عن هالأمر، لأنه يسوع قال كمان أمر عن العمل خلال النهار قبل ما يجي الليل. شو معنى هالكلام؟ خلوني أعطيكم ترجمة يوسف من الآخر. الحياة قصيرة. هيدا يلي بيعنيه الحياة قصيرة، لأنه نور النهار بيعني الحياة، الليل بيعني الموت. طالما انكن عايشين تذكروا انه الحياة قصيرة، اوقات قصيرة كتير ورح تنتهي، ولما تنتهي ما رح يكون عندكن فرصة لتخدموا اي شخص او تساعدوا اي شخص. بالحقيقة كل الفكرة من عبرانيين اصحاح 3، كل يلي عم يتحدث عنه بهالاصحاح هي قساوة القلب. فكروا بالطين،
الطين بيقسى إذا ما كان بوضع تقولب. لما ما بيكون بخضم عملية التشكيل والصب عم ينزاد عليه مي وعم تحركه رح ينشف ويصير قاسي. بحياتنا هيدا التحذير بيعني انه طالما انه عم نحذر بعضنا البعض، طالما انه بحياتنا كلنا عم نتساند، طالما انه عم نشجع بعضنا البعض، طالما انه نحن موجودين ببيئة عم نسير بعضنا البعض للأعمال الصالحة، طالما انه نحن بداخل جماعة صالحة من رجال ونساء بينصحونا بالصلاح، بيبقى قلبنا مرن وبتبقى أذهاننا قابلة للتعلم. وإلا رح يقسى إذا ترك لحاله تماما مثل الطين. وحدنا أي شخص منا ما رح نكون قادرين إنه نقاوم خداع الخطية، لأنه الليل رح يجي ويلحقكن مرة بعد مرة بعد مرة بأشكال مختلفة، ألبسة مختلفة، طرق مختلفة، لأنه إبليس بيعرف ضعفاتنا. أو خدوا مثل مألوف عن الحطبة يلي عم تحترق بالدفاية. لما بتشيلوها من الدفاية أو بتتركوها لحالة بتبرد وبتموت بسرعة. اسمعوني منيح رجاءً، بعرف إنه هيدي حقيقة كلمة الله وهيدا بيكفي، لكن بقدر إلكن إنه بعرف عن خبرة عم شو عم بحكي. بعرف إنه الخطية وإبليس مليئين بالكذب والخداع. ولا واحد منا قوي كفاية ليقاوم. والكتاب المقدس بيقول إنه لازم نكون حذرين من خداع ومكر الخطية. ليه؟ لأنه الخطية وإبليس بيتأقلموا دايما مع نزواتنا. مثل الحرباية. بدك هالأمر رح أعطيك إيه. إبليس والخطية بيعرفوا نقاط ضعفاتنا وبيتأقلموا مع ميولنا. الخطية وإبليس بالفعل بيستعملوا ظروفنا ليخدعونا، ليضللونا، ويبعدونا عن الإيمان والثقة بالإله الحي ووعود الله. بيخدعونا لنوصل لتقديرات خاطئة عن أنفسنا. فينا نسيطر على الوضع؟ أكيد. رح أرجع لهيدا بعد دقيقة. بدي قلكن عن نوعين من الناس يلي ما بينفع معهم هالوعظ لبعضنا البعض. بتقولوا مايكل انت سلبي. شوفوا الحقيقة سلبية اوقات، مش انا، هيدي الحقيقة. ما بتنجح مع شخص ميت روحيا بخطيئته. شخص ما اجا ابدا عند المسيح كخاطئ بحاجة ماسة لمغفرة، عم بيعترف انه ما بيقدر يخلص نفسه وهو بحاجة لمخلص. شخص بيقول انا بتوب عن خطاياي وانت اخذتهم عني على الصليب. اذا ما كان هيك، هيدا التحفيز من كلمة الله ما بينفعه. نوع تاني من الاشخاص هو الفريسي يلي عنده بر ذاتي. الفريسي يلي عنده بر ذاتي بيقول أنا بعرف كل شيء، مش رح تقول أي شيء جديد، ما بتقدر، ما حدا بيقدر يساعدني، أنا بعرف كل شيء. تعرفوا ناس هيك فعلا بيعتقدوا أنهم بيعرفوا كل شيء. أنا مخلص مقدس ومكتفي، كل خطاياي مغطيين بدم المسيح، فأنا بعيش بالنعمة وبخطي قد ما بدي. هيدا الإنجيل المزيف يلي عم ببشروا فيه بعض الكنائس اليوم. خطي قد ما بدك، النعمة اهتمت بكل شيء. أحبائي بدي لكم شي بغاية الأهمية. إذا تعلمت شي خلال السنين، هيدا يلي تعلمته. لما تشوفوا رجل أو امرأة، شاب أو صبية، ما بيوثقوا بنفسهم، تقدر تقولوا ما بيوثقوا؟ لأنه البشارة الإنجيلية الجديدة اليوم هي إنه الكتاب المقدس قال انه القلب مخادع. هيدا العهد القديم، نعرف انه القلب مش مخادع بعد هلا. عن جد؟ انا باكد لكم انه مش هيك الامور بحياتي ولا بحياه الاف الاشخاص اللي بعرفهم. لكن لما تلاقوا رجل او امراه، شاب او صبيه، ما بيوثقوا بنفسهم، هيدا رجل، هيدي امراه، قلبهم على وفاء مع الله.
فهمتوا؟ بقدر احصل على شاهد لما تلاقوا رجل او امرأة بموقع من الاتكال الكامل على الله وعلى بعضهم البعض. هيدا قلب عم بيسعى ليرضي الرب فوق اي شيء اخر. لكن الشخص اللي بيقول انا مني بحاجة لبقية المؤمنين، انا مني بحاجة لكون ضمن جماعة مسيحية لحتى ابقى بعيد عن خداع الخطية، انا بدي اقول يا خيي انتبه، فقط انتبه. المسألة مسألة وقت، مسألة وقت. ولهيدا السبب الآية 14 مهمة كتير، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. قلبي بيحزن على الناس يلي كانوا تحت كلمة الله لسنين، وبعدها بيجي واعظ ماكر بيخدعهم ليظنوا إنه يلي بيصنعوه بالجسد ما له أهمية كبيرة عند الله. يا رب، اليوم هن عم بيعيشوا وبيفكروا، وحتى نظرتهم للعالم نظرة غير مؤمنين، ما بتقدروا تميزوا بينهم. أنا بحزن لأقصى الحدود على هود الناس. هيدي الفكرة من عبرانيين، هن انخدعوا، هن انخدعوا. كل عملية التقديس تنكون ثابتين وعم ننمى يوميا تنصير مثل المسيح بأيامنا ما بتنوعظ. جوهر الإيمان المسيحي عم بينحذف حرفيا من الكتاب المقدس بأكثر من كنيسة. أنا عم بتكلم عن كنائس إنجيلية. لهيدا السبب يسوع قال ما حدا بيوضع إيده على المحراس وبينظر للخلف، أهل للخدمة بملكوت الله. الآية 15، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، ما تقسوا قلوبكم. أنا بتضرع للشخص يلي عم بمر بقساوة القلب اليوم لحد الوصول لنقطة عدم الإيمان. بدي اتضرع لكم، خلوا الروح القدس يجعلكم لينين عن جديد، اسمحوا للمؤمنين انه ينصحوكم عن جديد لحتى تضلوا تكبروا دايما على شبه المسيح. هيدا تضرعي اليوم انه كتار من الناس بهيدا المكان يقولوا يا رب ما بدي انخدع بخداع الخطية، يا رب أنا بحاجة لتحذيرك، لتحذير كلمتك، وأنا بحاجة للتحذير يلي بيجي من رفقة المؤمنين. يا رب قودني للمكان يلي أنا مش فقط رح كون فيه مبارك لكن أيضا كون بركة. شكرا لمشاهدتكم هالبرنامج. يهديهم في الطريق هي خدمة من ضمن الكينغدوم سات، أنا بقدم لكم إياها كل يوم بالإنجليزي والعربي والفرنسي، على رجاء انه الرب رح يستخدم هالخدمة لأجلكن ولأجل حاجاتكن. وانا بصلي انه يكون الرب قاد العديد منكن لمستوى اعلى واعمق بسلوككن معه كنتيجة لخدمة الملكوت سات. الرب يبارككم.